دلوقتي هنعمل غريبة الفستق، وهي يعني قريبة جدا طبعا من الغريبة العادية، بس غيرت شوية في المقادير عشان العجينة تتحمل الفستق معاها أو فيها. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين كوباية سمنة، بدل ما هنستعمل كوبايتين دقيق احنا دايما بنعمل واحد انصاص، يعني اتنين واحد نص، اتنين دقيق واحد سمنة نص سكر بودرة او ناعم. النهاردة هنعمل واحد كوب سمنة نص كوباية سكر ناعم، واحد ونص كوباية دقيق، شلت نص كوباية يعني، وحطيت بدلها نص كوباية فستق مطحون ناعم. وعايزين برضو لو هتستعملوا بياض البيضة وده اختياري، فستق للوش ولون اخضر حتة كده صغيرة علشان تدينا لون للغريبة، ولو مش عايزين تحطوها وعايزين اللون يبقى أبيض في نقط خضرة كده برضو برضو ممكن. أول حاجة هنعملها برضو هنحط السمنة بتاعتنا، وزي ما قلنا يفضل السمنة تكون باردة أو محطوطة في التلاجة شوية، وبرضو دايما ما تحطوش العيار بتاع الدقيق إلا وانتوا شايلين شوية على جنب، لأن كل نوع دقيق ممكن تلاقي محتاجين نضيف معلقة زيادة، ممكن محتاجين نشيل معلقتين زيادة، فدايما حطوا وسيبوا كده بتاع ربع كوباية برة وحسب الحاجة ضيفوها. طيب حطينا دلوقتي السمنة، هحط السكر البودرة، فشلت في اللي أنا عايزة أعمله. نعم كنت عايزة أشتغل بحط مفتحوش. نعم علشان هنا مش 3 2 1، لاننا شلنا من عيار الدقيق نص كوبايه وحطينا بدلها نص كوبايه فستق مطحون. وتقدروا تعملوا الحركه دي مع اي نوع انتوا عايزينه، يعني ممكن تعملوه بندق مطحون، ممكن تعملوه اي نوع مكسرات انتوا عايزين تدوله نكهه للغريبه، عايزينه هو اللي يبان بتقدروا تعملوه تحطوه. طيب حطينا دلوقتي سكر، لو هتحطوا بياض البيضة حطوه من دلوقتي، لو مش هتحطوه خلاص انسوا الموضوع. لو هتحطوا اللون الاخضر برضو بتحطوه دلوقتي، وما نحطش احنا اللي هناك حطينا فيه فده بيطلع لونه، خلي ده ما نحطش فيه ووريكو بيطلع لونه ازاي، مش احسن؟ اوكي. هنحط دلوقتي الفستق الناعم مطحون ناعم كده هنا، وهنخلط برضو، وهنبتدي بقى نضيف دلوقتي الدقيق. زي ما قلنا سيبه شوية دايما على جنب، ما تحطوش الكمية كلها، وهنخلط. طبعا من شكلها عايزة شوية كمان. طيب كده شوفوا بقى، لو مش حاطين لون ده القوام، بصوا ده القوام اللي احنا عايزينه، شايفين طرية جدا بس ما بتلزقش في ايدي، يعني ما بتلزقش، انتوا فين شايفين اهي طرية بس ما بتلزقش في الايد، فهو ده القوام اللي احنا عايزينه. عايزينها بقى تعملوها باللون ده، والله ان لونها حلو، كان ممكن ما حطيناش، كان ممكن ما حط لونها حلو دي كده لونها حلو، ممكن على فكره ما تحطوش لون زي ما احنا حطينا، احنا حطينا لون تقدروا انتوا ما تحطوش، فبنقدر نعملها بقى كده ونحط في النص كده فستقه وخلاص، والله انها احلى من اللي حطينا لها لون. وهنحطها بقى على النار على درجه حراره 160 لغايه ما من عند تبقى من تحت كده يبتدي يتغير لونها، يعني بتقعد تقريبا من 10 ل 12 دقيقه وتبقى خلصت خلاص، وما ينفعش تحطوها والفرن سخن لانه هيغير لونها، واحنا مش عايزين الغريبه يتغير لونها بتاعتنا. خليني اروح بقى دلوقتي اتاكد ان الفرن مش سخن قوي، لانه حتى لو سخن قوي الفرن انا هفتح عليه، هفتح عليه عشان يطلع شويه حراره، مش عايزه فيه حراره كتير في الفرن بتاعنا. ها هناخد بقى كده كام فستقه كده ونحطهم، نضغط كده كده
الفرن سخن جدا، هخليه على 150 وهخليه ده كمان مولع من كل حتة. هخليه بس من تحت، هخليه بس شوية كده مفتوح علشان المروحة كانت شغالة وكان شغال من تحت ومن فوق، إمكانياته عالية كلها طلعها في الغريبة.